بعد هذه السنوات هل حدث تغير حقيقي في ثقافة المجتمع والأماكن والناس تجاه الأشخاص؟ لا شك تغير كبير جدا. الثقافة بدأت تتطور وتتحسن. خلنا نقول ثقافة الناس تجاه الشخص ذو الإعاقة. يعني أنا قبل 10 سنوات وقفت في محل جوالات أبغى أشتري جوال لأمي، وأتذكر في واحد وقف جنبي ومعه ابن صغير، وأنا هيئة هذا الرجل تعطيه صراحة مهندس ولا دكتورة، وأسمع بإذني يقول الولدة يا بابا شوف اللي ما يسمع كلام أبوه يصير زي هذا. هذا قبل 10 سنوات. طبعا هذه صدمة كبيرة بالنسبة لي. إيش يعني اللي ما يسمع كلام أبوه يصير زي عشان هذا؟ عشان بس نوضح للناس، أنت كنت على الكرسي. أنا على الكرسي أنا إلى الآن على الكرسي متحرك يعني. فأنا كنت وقتها على الكرسي يعني، فهو لما شافني فاستثمر على قوله أنه يعلم ابنه، فيقول لي ما يسمع كلام أبوه ترى، وسمعني إياها أنا. فأنا صراحة تأذيت، فكنت أمام خيارين: يا تكون لي ردة فعل سيئة جدا تجاه هذا الشخص وهذا كان من حقي، أو أني أنا أعلم ولده صح ما يعلم الخطأ. فلفيت من وراه ومسكت ولده، قلت له لا يا بابا، اللي يقطع الشارع وما ينتبه للسيارات تصدمه سيارة ويصير زيي، بس ترى أنا كنت أسمع كلام أبوي. فرحت وتركته، وصار يلحقني يقول لي أنا آسف شكلك تضايقت، وأنا قاعد أقول نفسي لا يا شيخ شكلي تضايقت. قال بس تعرف الحين بيرقع، يقول لي الواحد يستثمر المواقف عشان يعلم عياله. فقلت له والله للأسف يعني إذا أنت الشخص اللي أنا توسمت فيك الخير وشكلك يعني يوحي بأنك إنسان يعني مثقف ومتعلم وتقول هذا الكلام قبل 10 سنوات، الآن لا، تغير الموضوع. الآن صاروا الناس يثقون فينا ويعرفون. الكثير من الناس ما صار يشوف الكرسي المتحرك، صار يشوفني أنا ويشوف إيش قاعد أسوي ويشوف إيش قدراتي ويشوف إيش أنا قاعد أتعامل معه، ينسى الكرسي المتحرك. الآن بدأ المجتمع بفضل الله، ولا زال في قصور ولكن كمقارنة بالعام، بدأ المجتمع يرى الكرسي المتحرك مثل النظارة. النظارة هذه لو جينا قبل 400 سنة وشفنا واحد يمشي لابس نظارة وش بنقول عنه؟ إيش هذا قاعد يسوي؟ إيش اللي لابسه؟ هذا مسكين، هذا معاق، هذا حليلة، هذا صح؟ والآن خلاص تعودنا عليها، مع أن هذا جهاز وهذا جهاز وكلها تعوض ضعف بسيط في الجسم يعني، بس هذا الجهاز أكبر من هذا. هذه الفكرة الآن إن شاء الله في يوم من الأيام نطمح أن الكرسي المتحرك راح يكون عبارة عن نظارة.